السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الإكسل. النهاردة هنتعلم إزاي نمنع إدخال بيانات خطأ. يعني الملف اللي أنتم شايفينه ده اللي بيتعامل مع درجات طلاب، مفترض إن لكل درجة في درجة عظمى 5 مثلا. إزاي أقدر أمنع إن يتم أي إدخال درجة؟ يعني مثلا ما ينفعش طالب يجيب 6 من 5، ولا ينفع طالب يجيب سالب 2، ولا ينفع طالب يجيب اسمه. إحنا إزاي نقدر نمنع إدخال أي قيمة خطأ؟ الفكرة ببساطة، أنا لو ظللت الخانات دي اللي هي مثلا كلها مش هتقبل غير القيم من 1 لـ5 من داتا، عندي حاجة اسمها داتا فاليديشن. داتا فاليديشن أو الاختصار بتاعها Alt DL، هو دلوقتي بيقال له any value. لا، أنا هقول له اسمح بس whole number، يعني رقم صحيح. رقم صحيح ده between 1 and 5. في الحالة دي أصبحت الخانات دي كلها ما ينفعش أدخل فيها أي رقم غير من 1 لـ5 زي ما انتم شايفين. طب 5 اتس اوكي. طيب رسالة الخطأ اللي بتطلع نقدر نتحكم فيها من نفس المكان. لو ظللنا نفس الخانات كمان مرة، ورحنا Alt DL، عندي حاجة اسمها Error Alert. هنقول له مثلا عذرا تأكد من الرقم المكتوب. موافق، تعالوا نجرب كده. لو كتبنا 7، عذرا تأكد من الرقم المكتوب. طيب ال validation اللي احنا عملناه ده او تحقق الصحة ليه 3 مستويات. المستوى اللي احنا عاملينه دلوقتي ده الستوب او المنع، ان انت بتمنع تماما ادخال قيمة غلط. لكن في مستويين تاني، انت بتعمل validation وكل حاجة لكن بتسمح بادخال القيم الخطأ، يعني ما بتظهرش ايرور ولا حاجة. يعني لو دخل هو، انت حاطط هنا شرط ان ما يتمش ادخال القيم من 1 لـ5، لكن لو دخل 7 8 9 ما حصلتش مشكلة. احنا ليه بنلجأ لده احيانا؟ لان عندنا حاجة من داتا فاليديشن اسمها سيركل انفاليد داتا، فبيحط لك دوائر حوالين اي قيمة خطأ، فتقدر بسهولة تكتشف اي قيمة خطأ. يعني على سبيل المثال، مش بس تكتشف قيمة خطأ، انت ممكن بسهولة ان انت تحط شرط عشان تعرف الطلبة اللي راسبين او الطلبة اللي ناشئين. يعني تعالوا ناخد مثال أكتر وضوح شوية. أوكي، وليكن سم برودكت ده اللي احنا عاملينه، وتعالوا نعمل هنا سم إيكوال سم سوري أنا هجمع القيم دي. طيب هنفترض ان اي طالب جايب اقل من 30 راسب، وانا عايز احط دايره حوالين الموضوع ده بسرعه. يعني فبعمل داتا فاليديشن. داتا فاليديشن بقول له سيتنج الاو، بس اسمح فقط باي رقم greater than or equal، اكبر من او يساوي 30، وانا مش عايزك تظهر ايرور ولا حاجه. فمعنى كده ان انا حطيت شرط هنا ان الارقام من 30 فما فوق. ليه الشرط ده حطيته؟ ان انا ممكن بمنتهى البساطه لما اقول له سيركل انفاليد داتا حط لي دوائر حوالين الطلبه اللي جايبين اقل من 30. فده استخدام من استخدامات الداتا فاليديشن والتحقق من الصحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.